مشاهدينا صباح الخير للجميع مشاهدي قناة شوف تيفي. كنتواجدوا بمدينة البروج وبسوق البروج، كنتواجدوا بقلب رحبة الطليان الشهيرة. فمشاهدينا تبقوا معنا في هذه الجولة بسوق البروج ونشوفوا شنو هي الأشياء اللي كيبيعوا أصحاب الخارج أو الجالية المغربية المقيمة بالخارج. مشاهدينا هذه الرحبة الشهيرة اللي معروفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، قلت مشاهدينا من خلال هذه الجولة نشوفوا شنو هي الأشياء اللي كتباع هنا بهذه الرحبة الشهيرة بالبروج والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذه الرحبة. ما قلت مشاهدينا هذه الرحبة اللي معروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج بواسطة الجالية المغربية من الخارج. قلت مشاهدي قناة شوفي إذن كما قلت مشاهدينا فهذه الرحبة الشهيرة اللي معروفة بالأشياء اللي كتدخل من الخارج بواسطة الجالية المغربية المقيمة بديار المجر، فتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. ما قلت مشاهدينا فإقبال كبير على هذا الرحبة والأشياء اللي كتدخل من الخارج بواسطة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. الرحبة اللي كتوجد فيها مشاهدينا واحد العدد ديال الأشياء الغريبة والجميلة طبعا مشاهدينا. كما كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فواحد العدد ديال الأشياء الجميلة والغريبة طبعا مشاهدينا اللي كتواجد هنا بسوق البروج ورحبة الطليان الشهيرة. ما قلت مشاهدينا والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذا الرحبة. ما قلت مشاهدي قناة شوف تيفي فهذا الرحبة اللي معروفة بعدد من الأشياء الغريبة واللي كيبيعوها الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ما
كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، فهاد الرحبة اللي كتواجد بالسوق البروج، مدينة البروج إقليم السطات، واللي معروفة هاد الرحبة على الصعيد الوطني اللي كيحجوا لها واحد العدد كبير ديال المواطنين من أحياء المملكة لاقتناء أو شراء بعض الأشياء اللي كتواجد. تحية شوف تي في. تحية لك. ما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، سعيد الله يبارك السي المهدي الله ييسر. انا كما قلت مشاهدينا، فواحد العدد ديال الاشياء اللي متواجده برحبه الطليان بسوق البروج طبعا مشاهدينا، واللي كيجيبوها الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. ما قلت متبعينا والاقبال الكبير اللي تعرفوا هذا الرحبه. هذيك البروج مشهور خاص هو. ما قلت مشاهدينا، فهذا الرحبه اللي كتوجد بها واحد العدد ديال الاشياء. الله يعاون. كيداير السوق؟ السوق زوين. ياك احكي لنا على الرحبه اليوم. الرحبه زوينه. دابا السوق ديال البروج راه السلعه موجوده، دابا السلعه راه وجدت. السلعه وجدت؟ وجدت دابا. كي دايره في الثمن؟ والثمن مناسب. ثمن مناسب. بالنسبة للبياع والشراي ثمن مناسب. يعني بالنسبة اليوم الرحبة عامرة، كاين للسلعة كاين. لا السلعة دابا توجد، دابا من أصحاب أوروبا دابا ملي كتبرد عليهم الحال لهي كيكون شوية الثلج وهادي كيهربوا شوية للمغرب لهنا كيجيو. والسلعة راه وجدت من القدام توجد. من شهر 12 واحد السلعة راه. إن شاء الله تحية لكم والله ييسر. الله ييسر خويا الله يحفظك. تحية لكم. تحية لكم. إذا مشاهدينا، فالتحية الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما قلت مشاهدي قناة شوف دبي، ما قلت مشاهدي قناة شوف تي في على المباشر، فهذه هي الأجواء اللي كتعرفها رحبة الطليان الشهيرة يعني، والأشياء اللي متواجدة بها. فتحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بديار المهجر. كما قلت مشاهدينا، واحد العدد ديال الأشياء الغريبة والجميلة اللي كتبع هنايا بهذا الرحبة، والإقبال الكبير اللي كتعرفوا هذا الرحبة رحبة الطليان بسوق البروج. فكما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، واحد العدد ديال الاشياء اللي كتباع هنا بسوق البروج، واللي كيبيعوها الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. فتحيه كبيره مشاهدينا للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. قولهم فيفا الماروك، فيفا الماروك. كي جاك الاداء ديال المنتخب والانجاز؟ مزيان اخويا والله الا مليح بالله. ياك جبونا وللاسف العام الجاي ان شاء الله شي مونديال اخر نربحو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وفال اوكي وفال عز طبعا مشاهدينا، فتحيه كبيره لاسود الاطلس على الانجاز التاريخي اللي حققوه في مونديال قطر، فتحيه لهم، وتحيه كذلك للمدرب وللجامعه وللجمهور المغربي اللي المسانده ديالو منذ بدايه مونديال قطر. ف هنيئا لنا جميعا بهذا الانجاز التاريخي.
إذن مشاهدينا كما قلت فهذا الرحبة اللي كتعرف واحد العدد ديال الأشياء الغريبة والجميلة اللي كيبيعوها الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما تابعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي فهاد الجولة الصباحية بسوق البروج واللي من خلالها حاولنا نقربكم من هاد الأشياء اللي متواجدة بسوق البروج. إذن مشاهدينا نلقاكم إن شاء الله في مباشر جديد في موضوع جديد. إلى اللقاء.